مساعدات التسهيلات. تسهيلات أيوة. لأنه أنت كل شغلك مجاني لله تعالى. نعم. مشيك. نعم. وهذا تسهيل. يعني العمل اللي تؤجر عليه. بس هم إلهم الأجر أيضا. نعم. شايف؟ لأنه هم كمان بيخدموا أخوانهم وأخواتهم بمساعدتي. مطول بالأردن يا دكتور أنت؟ والله في 8 شهر بعون الله متجه للولايات المتحدة، ولكن قلبي سيكون معكم. طيب قديش راح تقعد؟ قلبي معكم في كل الأردن. إحنا لو الجميع. علينا لو علينا مخلكش أطلع من البلد والله. عاد شو بدي اسوي؟ ان شاء الله اني راجع لكم بعون الله، بس اخلص كل شغلي راجع الى بلدي اخدمها. مفكر تستقر هون يعني؟ ان شاء الله. لما بلدك بتدرسك هذا قرض، هذا ما في شيء بلاش. لما بلدك انها بتتعب عليك وبتدرسك وبتعطيك الاشياء اللي بتقدر عليها، بدك ترجع بلدك وتأدي هذا الجبين، ترد الجبين، هذا قرض عليك. صحيح. مش شيء بلاش، ما فيش شيء بلاش في الحياة. طب حدثنا عن أسرتك، خلي الناس يتعرفوا أكثر على طبيعة علاقتك بأولادك وبناتك وأبنائك. والله أنا كان عندي 10 أطفال، توفى واحد منهم ابني الكبير. الله يرحمه. الله يرحمه. والحمد لله أسرة سعيدة، وأطفالي كلهم يعني بيساعدوني، بيشتغلوا، بعودهم على الشغل إنه تعال أنت ما في شيء بلاش، بدك تشتغل. وهيك بتعلموا. يعني بيعيشوا معك في أمريكا ولا هون؟ قسم في أمريكا وقسم هون. يعني مين هم بشوف رغبتهم أكثر يكونوا موجودين هناك ولا والله هون؟ إحنا أردنيين لا لا يعني عرب. يعني الجو العام، الحياة، الحياة هون أحلى. أحلى أحلى. بتلاقي اللحام هون بتقول له قطع لي الشيك فيها، بتلاقي هون الخضرنجي هون عندكم يعني أشياء. أنتوا بنعمة بنعمة، لكن أنت في الأردن هون ما بنظروا ما وراء الأفق. احنا عايشين في بقعة، بس ما بنطلع شو في وراء الأفق، شو المستقبل بيخطط لنا. طلع على سوريا والعراق ومصر. يعني انا هيك بحزني، شيء بحزني انه احنا لا نرى ما وراء الأفق. انت بتقول لي بتنام بالليل وكلاش فوق راسك. الان امريكا في وضع اقتصادي سيء جدا، فانا لما بنام عندي راسي في كلاشينكوف، لاني انا متوقع شخص يدز الباب يضرب الباب وحط مسدس في راسي. نعم. انا لن يوم الايام اني استجدي شخص في روحي وحياتي. نعم. فلازم اكون جاهز. الوضع الاقتصادي الامريكي سيء جدا جدا للغايه. نعم. فالناس عندهم بطاله، والامريكا الان تفقد القدره على الصناعه. الشخص اللي كان يصنع بطل يصنع، فالثقافه الصناعيه عندهم الان مش موجوده. انت بتحكي عن امريكا، في اتصال لك من امريكا يا سيدي. تفضل. اذا بالانجليزي بك تساعدنا يا سيدي ان شاء الله. مساء الخير. هاي هاي يا سيدي. Hey daddy. How you doing? I'm doing good. I miss you. I miss you too, baby. مين هاي سيدي؟ Who? I surprised you. Who are you, Suzanne. Suzanne? Yes. How are you, Suzanne? I'm yeah. good. How's the weather over there? Good? It's awesome. It's beautiful. I'm here enjoying myself with my family. The all Jordans of my family, and I'm enjoying myself here. That's good. And I thank you for the phone call. Oh, you're welcome. Thank you, baby. I love you. Daddy, can keep making us proud. I'm proud of you. I'm proud of you too. I love you very much. Love you too. Bye-bye. ما شاء الله ما شاء الله. يعني احنا بنقول لك بالانجليزي. هي ماسك العيادة هناك. هذه بنتك؟ نعم. ما شاء الله. هي ماسك العيادة، يعني المرضى بيجوا بروح. وهي يعني طبيبة هي ولا؟ لا هي مساعدة طب طبيعي. آه. فأنا لما ما أكون هناك بسوي طب طبيعي. يعني متواجدة معك هناك على طول؟ نعم، بيجوا مرضى عليهم بروح وبيجوا. يعني شو شعورك لما بتحكي معك سوزان بالإنجليزي من أمريكا؟ الحمد لله شعور كويس. هو الأردن يمتاز عن الولايات المتحدة إنه كل طفل أردني بيحكي لغتين. الأمريكان ما بيحكي إلا لغة واحدة، وهذا شيء حزين جدا. نعم. شايف؟ إحنا أنا بتحدث إسبانية أيضا. شايف؟ اسباني وعربي وانجليزي. هنا بتعلم تنتين يعني لغتين. طب وهي بتساعده. طب انت خلينا نقول الان على مشارف ال70 وما زلت تطمع، في عندك طموح، عندك تحديات. الحمد لله. شو بتفكر يا دكتور فعلا؟ خلينا نعطي ابنائنا دافع على الامل. انا اتمنى اني اجي، عندي رغبه في صناعه الطاقه الانرجي، الطاقه البديله. نعم. انا من الاوائل اللي سويت ابحاث في الطاقه الهوائيه. شايف؟ كان عندنا مشكلة في البريكنج، اللي هو لما تكون الريح أكثر من اللازم كيف تقدر تحافظ على السرعة بحيث أن توقفها. فأنا من الأوائل وبعت قسم يعني للطاقة الهوائية. عندكم طاقات رائعة، الأردن لا تحتاج إلى وقود. عندكم طاقة هوائية، عندكم طاقة شمسية خاصة الشرق الأوسط،
موجود فيه الشمس دائما موجودة. وعندنا طاقات أيضا هيدرولوجي اللي هو الهيدروليكية موجودة. شايف؟ فإن شاء الله إنه بعون الله يعني لا زال عندي طموح. إن شاء الله الله بيقدرك. إن شاء الله إنه كمان بيجي بساعد إخواننا في ناحية مرض يعني بتعرف. طيب خليني بس أشير للإخوان اللي ممكن يستفيدوا من الدكتور عادل ونقول لهم مرة أخرى، هذا الرجل يقدم خدماته مجانا للناس وجه الله تعالى كجزء من دين للوطن، مش نعم هيك؟ نعم. طيب شو الحالات اللي أنت يعني بتستقبلها أو بتشجع الناس إنه ما عملوش فيها جراحة، ولو إجوا عليك كيف ممكن نخدمهم؟ الديسك، الديسك اللي عندك هو زي ما قلنا يعني إنه إلا إذا كانت الحالة حالة انزلاق درجة ثاني، هذا يحتاج إلى جراحة. في من الديسكات كثير يعني ممكن إنه ترجع مكانها بالضغط السلبي الداخلي والتراساوند للمرابط على أساس شد المرابط. نعم. وأيضا تمارين العضلية على أساس إنها ترجع. في إذا بتسمح لي، في مربط في داخل العمود الفقري اسمه ليجمنتم فلامبم اللي هو بتضخم لضعف العضلات الخلفية. نعم. فهذا لما تضخم بيحدد من القناة الداخلية اللي هي فيها النخاع الشوكي. نعم. تتضخم داخل النخاع الشوكي داخل العمود الفقري، فهذه بسموها ستينوسس اللي هو اختناق العمود الفقري. هذه شغلتها سهلة، بتقدر خش الطبيب عليها بقيمها، بس هذه حصلت لضعف العضلات الظهر. شايف؟ العمليات الجراحية لازم تكون نادرة إلا شيء حالي ميؤوس منها للضرورة القصوى، يعني ضرورة قصوى. نعم. عارف كيف؟ وإن شاء الله يعني أنا لما كل ما بجي بشتغل حوالي 1000-1500 شخص كل مشوار بتجي بعون الله. والله لو بدنا نسأل المقياس المادي لو أنه أمريكا قديش بدر عليك؟ أنا زيارتي في زيارة في لما تيجي تسلم علي إن شاء الله يا رب $265 للزيارة يعني. نعم. كشفية. فأضرب يوم من الأيام اشتغلت على 159 في الرمت، اضرب 159 ضرب 265 يعني تكع ألاف جدا. بس أنا لا يمكن أمد إيدي على يا واحد عربي مسلم أو مسيحي أو أخ من يعني إخواننا. أنا سمعت حتى بأمريكا أي واحد عربي بتعالجه مجانا، وحتى الأمريكي الفقير ما بأخذ منه مصر. ما شاء الله، يعني هذا البعد الإنساني اللي هذا جهاد إنك تعطي فكرة طيب. طيبة. في أمر عرفت إنه حتى أنت بتدافع على القضية الفلسطينية في المحافل السياسية بأمريكا؟ نعم يا سيدي، الجهاد هو مش بحمل السلاح، الجهاد هو بالقلم والورق. الجهاد إنه توقف أمام السيناتور الأمريكي وتقول له إنه عيب عليك وعار عليك تسوي حرب على 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 بلدي على على شعبي. وأنا عندي مجالات في عندنا صور هون في الجرائد، عارف كيف؟ يعني دائما بوقف أمامهم. بعدين السيناتور أو الكونغرسمن الأول ما بينزلوا عن الانتخابات بيجي عندي بيأخذ شكه، عارف كيف؟ وبقرن نفسه بقول لك أنا صديقي الدكتور عادل لأنه سمعتي كويسة هناك، بتمثل شعبك بأناقة، بتمثل شعبك في أخلاقياتك، حتى يأخذوا فكرة عن شعبك إنه أنتوا شعب راقي، شعب رائع. لأنه الصحافة الأمريكية يملكوها الصهاينة وبيحاولوا يشوهوا سمعتنا. في مضايقات عليك هناك؟ والله بعون الله لا، بعون الله لا، تشتغل صح. لا ليش؟ انا محبوب، انا في المنطقه اللي انا فيها يعني محبوب. نعم. كثير هناك. نعم. طيب اخذ ابو امجد العقرباوي وارجع للدكتور عادل مره ثانيه، اسمحوا لنا اعزائي المشاهدين. استاذ ابو امجد مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. السلام. شكرا يا اخي على كانت الفرصه. ابو امجد ابو امجد سمعنا من التليفون لو تكرمت بس. حياك الله. او نوطي صوت التلفزيون كمان. أخي الكريم، نحن تشرفنا بقيام الدكتور عادل طراونة لنا 3 أيام في جمعية المركز الإسلامي في المغرب. نعم. خلال 6 أشهر المجيء الأول كامل لأمريكا، قبل 6 أشهر عمل يومين متطوعيات، وقبل أيام عمل اليوم الثاني، عالج في كل يوم حوالي 100 حالة من الحالات الصعبة والناس الحقيقة مرتاحة. احنا الحقيقة لما نتكلم عن سعادة الدكتور ما بنتكلم عن انسان فرد خبير عالمي في مجاله. نعم. انما بنتكلم بشكل اكبر
عن تواضع هذا اللسان مع المرة. ألو سمعينك أبو أمجد تفضل. نتكلم عن تواضع هذا اللسان الجم مع المرة في نصائحه في تواضع معهم، وهذا الحقيقة كان عامل نفسي مساعد جدا في الشفاء بالإضافة لعلم الغزير في مجاله. فإحنا باسم أهالي المفرخ كلهم نتوجه إلى هذا الدكتور بجزيل الشكر والامتنان، ونتمنى عليه أن لا ينسى أهل المفرخ في كل مجيء له وإحنا من أمريكا. وإحنا زيك بنشكر وسيدي، نشكرك شكرا جزيلا، في قلبي. شكرا